الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة العقيد أنس هلال الشايجي، مدير إدارة الثقافة الأمنية بالإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية. أهلا بك سعادة العقيد في نشرة الثالثة. إذن ما هو دوركم في إطلاق برامج توعوية مدروسة لمواجهة مثل هذه الظواهر وهي ظاهرة التسول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على الاستضافة. ثانيا أخوي خلني أول شيء أعطيك مقدمة عن التسول وأنواع التسول، لأن هو اللي بيقودنا إلى التوعية القانونية والأمنية بشأن التسول. أول شيء سلمك الله، التسول أو الشحاذة هذه ينقسم أو الناس الطالعة بثلاث مناظير. الفئة الأولى الطالعة أنه هو جريمة معاقب عليها قانونا، وهذه ما عندنا خلاف معهم، لأنهم بيخدموننا بيشوفون أي حالة تسول أو شحاذة وبيتخذون الإجراءات القانونية بيبلغون عنها. الفئة الثانية هي الفئة اللي تشوف التسول أو الشحاذة سلوك مستهجن ومرفوض مجتمعيا. الفئة الأخيرة اللي تشوف أن التسول حالة إنسانية ولازم كلنا نوقف في ظهره ونساعده ونوقف معاه. فسلمك الله، احنا الشريحة او الفئة الاولى ما عندنا اي مشكلة معها. الشريحة الثانية اللي هي تشوفها سلوك مستهجن، هذه يجب ان تبصر ونبين لها بان هذا السلوك هو سلوك يؤدي اولا الى تكاسل هؤلاء الفئة من الناس المتسولين، ثانيا يشوه سمعة الوطن. الفئة الثالثة ايضا عندهم مفهوم خاطئ جدا ويعتقدون ان هذه سلوك يجب ان احنا نساعده ونوقف معه، وهو الامر مختلف تماما. هو هذه تسول يشوه سمعة البلد، واحنا بلدنا بلد خير ونعمة. فاحنا طبعا عندنا الاجراءات ان احنا اولا عندنا نسلط الضوء على هذه الجريمة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمقروءة الى اخره. عندنا مثلا ننزل أخبار في الجرائد بخصوص هذا الأمر، نزل خبر حق مساعد رئيس الأمن العام، نزل خبر حق مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية من خلالكم تلفزيون البحرين وإذاعة البحرين. فكل هذه الأمور تسهم في توعية الناس، تبصير الناس بأن التسول هو جريمة معاقب عليها قانونا، وهو مسؤولية مجتمعية واجتماعية يجب أن نتضافر كلنا من أجل مقاومته. نعم سعادة العقيد، يعني بلا شك يعني هناك أيضا من يصادف مثل هذه الحالات في حياته اليومية. كيف ينبغي على الجمهور اليوم سعادة العقيد التعامل مع مثل هذه الحالات؟ هل هناك آليات معينة؟ هل هناك يعني آلية إبلاغ مثلا معينة؟ هو بعد طال عمرك خلني أبينك شيء. هو تسول ليس له صورة واحدة، يعني أنت ممكن تشوف التسول ذي يجيك واحد مثلا وتشوفهم ذيلة. أحيانا هذه المشاهد تشوفها في الأماكن في اللي تقترب القريبة من المجمعات الأسواق، تشوفها يجيك ومثلا عنده بضاعة ليست لها قيمة، قيمتها كلش يعني قليلة جدا، زهيدة ما لها قيمة أصلا. فهو يأتي لك فيقول لك والله ممكن تشتري من عندي ذي شيء، أنت ما طبعا ما تشتري من عنده، يستجديك يستعطفك يقول لك زين، وهذه يعني تتكرر مرارا وتكرارا. يقول لك عطني زين، انا ثلاث ايام ما تغديت ما تعشيت، فتقوم انت تعطي. صوره ثانيه يوقف لك ويوقف امامك ويقول لك عطني مبلغ من المال، ولا انا مسكين ولا كذا. فهو لا عده صور. الفاصل في هذه الامور كلها سلمك الله ان طالما هذه الشخص اتى لك في مكان عام أو طرق عليك الباب مال بيتكم وقال لك أنا أبي فلوس، أنا أبي أي شيء له قيمة، أنا أحتاج مساعدة، أنا أحتاج كذا، هذا إنسان متسول، يجب أن تقوم بالاتصال بالمديرية الأمنية المختصة عشان يتخذون ضد الإجراء. هو له صور عديدة، لكن الخط الفاصل طالما في استجداء، طالما في استعطاف، طالما في تسول في الأماكن العامة زين ومضايقة الناس، فهذا يعتبر تسول جريمة معاقب عليها قانونا، يعني واضح وضوح الشر.
نعم بلا شك يعني سعادة العقيد جهودكم أيضا واضحة في مواجهة ومكافحة مثل هذه الظاهرة، ونشكرك على هذه المداخلة العقيد أنس هلال الشايجي مدير إدارة الثقافة الأمنية بالإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.